إن وإن كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا. I believe you are all interested in photographs and handshakes and the nice party on Thursday evening. إنما قبل أن تغادر هذه القاعة استذكر معي جميعا أن الفجوة التي تعملون على سدها هي ليست فجوة العجز المالي في شركاتكم أو في حكوماتكم ولكنها الفجوة التي تفصل بين فعاليات الفضاء الثالث الرسمي والخاص وهذه الفجوة قد سدت بأن اعترفت ألمانيا الرسمية في التعامل مع جامعة أهلية والعنصر الثالث من الفضاء الثالث هو المجتمع بكافة على هذه الأسس الثلاث نستطيع أن نتحدث عن بناء الفقه الاجتماعي المعاصر. I wanted to say in the presence of our English and German speakers that it is very important for us to remember that الدولة, the state, is not الحكومة. That the third sphere of government, private enterprise, and the community at large, the professional unions, the universities, has to find a mode of cooperation. And I believe what is important is that Germany has recognized the importance in Jordan of working with a non-profit private sector enterprise. I had the privilege of serving for 2 years. خدمت رئيسا للمجلس الاستشاري غير الرسمي للمؤسسة المعروفة بالوايبو, World Intellectual Property Organization, مؤسسة الملكية الفكرية العالمية. فوجدت أن أكبر صعوبة هي أن نحول من الصناعات التي لم يعترف بها. لاحظوا اليوم عنوان بالجريدة الأردنية على الصفحة الأولى تجار السكراب يتفاءلون بسبب عطل أو تكرر الأعطال الفنية بالقطع البديلة المصنوعة محلياً. What do they say about computers? Bullshit in, bullshit out. يعني حقيقة لا أعرف, بدلاً من أن نتحدث عن تحسين مستوى المصنع محلياً ليرقى للملكية الفكرية والاعتراف الدولي والمعايير والتي كيو ام والستاندرز المعروفة, نقول هذه فرصة للعودة للمكاره واستخدام السكراب من جديد. أنا مش شايف تسلسل منطقي إلا بالصدق مع الذات والصدق مع الآخر بداية ونهاية. أبقى الله الأردن رباطا وإيمانا لن يتوقف بالله
بالمؤسسات التي تكون هذا الوطن بفضائها الثالث بالمليك الشاب وندعو له بمزيدا من الكفاءات الصادقة الراغبة في التغير نحو الأفضل. قال الخليفة عمر: قوم وعوجاجي. أنا لا أدعي الكمال وأدعوكم لتقوموا إعوجاجي. الآن مع شديد الأسف لا يبقى لنا مجال إلا البلوغ وتويتر. لم أول ما بدوا بالمناسبة القمر الصناعي العربي قال أحدهم: إحنا مش بحاجة لقمر صناعي. أعتقد أنه الأخ كان من مصر لأنه تحبك النكتة على لسان إخواننا في مصر أسرع ما تحبك على لسان إخواننا من السلطة على سبيل المثال. أو من الخليل، خليني أكون منصف يعني. فقال: يا فندم إحنا مش بحاجة لقمر اتصال، ما إحنا عندنا نظام فريد في العالم للاتصال. قلت له: ما هو؟ قال: الوشوشة. من وراء الغترة أو زي ما كنا نسميها الصمادة، ويمكن هسه بتسموها الحطة، كنا نوشوش بعضنا البعض إذا ما كوننا رأي وبنينا سياسات وبرامج ومناهج. والله كل وشوشة الدنيا مش راح تنقذ هذه الأمة. حديثي قد يطول، ولكن أختم قولي بالسلام عليكم، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وعلى طريق الاستقامة والنزاهة امضوا. فبارك الله بجهود كل من قام في هذا الجهد الكبير، أستاذ طلال، هيئة التدريس من عرب وأجانب، وكلهم أصدقاء وأعضاء أسرة واحدة، الخريجين والخريجات، أشكركم وأسلم عليكم. Your Royal Highness, we are very impressed and we thank you very much for your very kind words and encouraging words to our students and to the audience.